السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، خوتي المغاربة فين ما كنتوا. بداية شكرا جزيلا لكم والله من أعماق قلبي دي الفوندو دي ميكوراسون فحالي كيقولوا الصبنيول. التعاليق ديالكم الجميلة والمشجعة راه كتزيد فينا واحد الطاقة كبيرة. اللايكات ديالكم ولاو كيفوتوا 10,000 لايك في الفيديو، داك النهار الفيديو الاخر 33,000 غير ديال اللايك فيديو واحد. فهادشي هذا لا يسعني الا ان اقول لكم مقدرا الثقة ديالكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم ودمتم ذخرا وعزة لهذا الوطن، وحفظنا الله واياكم، والله يخلينا دائما جند مجندون وراء جلالة الملك والعز والنصر للمملكة المغربية الشريفة. إذن غادي ندخلوا في الحلقة ديال اليوم، عندنا عدة فقرات وفقرات اللي غنمشيو معها، يعني داك الشيء خفيف ظريف. المهم هو أن تعذروني، فكيبان لي صوتي مضعضع واحد شوية، ولهذا وجب الاعتذار إن كان صوتي سيزعجكم. إذن زمزموا ولا اليوم جمجموا ولا تخمموا. إذن شكرا لكم كاع اللي كيدير لايك مع بداية الفيديو، وغادي ننطلقوا في أمان الله. أول خبر واللي بحرطح دابا شوية في إسبريس، وهو أن المغرب اتخذ قرارات تعليق الرحلات الجوية ما بين المغرب وفرنسا. جاء في القرار أو في اسميتو المقال عفوا سمحوا لي، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المنظمة للمسافرين من فرنسا ذهابا وإيابا. وغادي يدخل هذا القرار الحيز التنفيذ ابتداء من غدا الجمعة 26 نوفمبر بالضبط 11:59 دقيقة، وذلك حتى إشعار آخر. علاش وكيفاش وشنو واقع هكذا تتساءلون أعزائي المشاهدين. وأوضح بلاغ للجنة البيوزارية للتنسيق وتتبع لوائح الأسفار الدولية خلال جائحة كوفيد 19 اليوم الخميس، على أن القرار يبتغي الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير الجائحة ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض بلدان الجوار الأوروبي. التعليق لكم حيت كاين دابا اللي غادي يقول كيفاش القرار اليوم وغدا غادي يتطبق وكذا، فانا هاد الامور غنخليها لكم نشوف الراي ديالكم، لان المواضيع ديالنا حنا سياسيه اكثر مما هي موضوع اخر. تصريح غريب سيدتي وسادتي، دابا دخلنا في المسقي. تصريح ديال المسؤول الجزائري، ويعتبر المسؤول هو الثاني في الدوله الجزائريه، هو الثاني في دوله جارة السوء الشرقية من بعد ما زار وزير الدفاع الإسرائيلي المغرب كيف ما كنعرفوا كاملين. خرج واحد الخرجة واللي هي خرجة جديدة، وأنا شخصيا كنت كنتظرها وقلتها لكم البارح. اعتبر مسؤول جزائري اليوم هادشي الخميس على أن البلاد ديالو دولة الجزائر هي المقصودة بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. زيارة المغرب المقصود والمستهدف شكون؟ الجزائر، حسب التصريح ديالو، وعلى أنه جاء من أجل توقيع اتفاقيات عسكرية إلى المغرب. هادشي هذا جاء على لسان صالح قوجيل. صالح قوجيل بين قوسين هاد قوجيل كنشم فيها الريحة ديال الأتراك، اللي هو رئيس مجلس الأمة ديال الغرفة الثانية البرلمان الجزائري، وهو حسب الدستور الجزائري هو الرجل الثاني في الدولة من بعد تبون آل كذبون. وقال قوجيل في كلمة خلال جلسة التصويت على قانون الموازنة لعام 2022 على أن الأعداء يستهدفون الجزائر هكا بالحرف، وعاود قال لما نرى، هذا كلامه، لما نرى وزير دفاع الكيان الصهيوني إسرائيل وليس وزير سياحة أو اقتصاد يزور بلدا مجاورا
يعني المغرب هو كيقول بلدا مجاورا، يعني بحال اللي كان كيقول تبون ولا حتى الشنقريحه بلد في شمال افريقيا او دوله في شمال افريقيا. الامر كيقول على انه واضح فالجزائر هي المقصوده. وزاد وعاود وقال سبق وزار المغرب وزير الخارجيه ديال اسرائيل يائير لابيد وهدد الجزائر ولم يصدر اي رد من الحكومه المغربيه. هذيك ديال وزير الخارجيه اللي هما كيعاودوا اسطوانه مشروخه على انها تهديد للجزائر، وهي كانت يعني توصيف لوصف قائم معلوم بالضروره لكل العالم ولكل انسان اللي هو ديمقراطي وحقوقي او كل انسان عنده فطره سليمه ردوها كانه يهددهم. ما علينا. اذا واحد المساله خطيره جدا غادي نشوفوها معايا ونشوفوها بالفيديو وركزوا فيها مزيان الله يخليكم. جندي جزائري شارك في حرب أمغالا سنة 1976 كيعترف على أن النظام الجزائري اقتادوا مع جنود جزائريين أخرين للحرب ضد المغرب من بعد ما سحبوا منهم الأوراق الثبوتية ديالهم اللي كتدل على الهوية أو الهوية الجزائرية ديالهم ولبسوهم لباس صحراوي. ومن بعد ما تهزمات الجزائر امام المملكه المغربيه الشريفه عرفتوا المعركه ديال امغالا وتم الاعتقال ديالهم من طرف الجنود ديال المغرب الله يحفظهم ويبارك فيهم، شنو دار النظام الجزائري؟ تبرأ منهم. وشنو قال عليهم؟ على انهم من جبهه البوليزاريو. اذا نسمعوه بعجاله ثم نعود، وكنتمنى الى ما فهمتوش يعني طبعا كتفهموا الفرنسية أنا غندير لكم الترجمة بعجالة مباشرة من بعد هالتواني ما يدوزوا لنشاهد. pour les envoyer en dehors des frontières comme ils ont fait avec nous en 75-76. En 75 ils nous ont menti, nous étions des jeunes. Moi j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée, j'ai failli mourir à 25 ans parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque ils nous ont menti pour dire nous allons qui magalnaï hiawi عندنا صحابه رايفه في الحدود نتاعنا، احنا ما على بالناش هذو البوليزاريو ما نعرفوش، حتى لقينا رواحنا لابسين القنادر ولي باتوكا وحطوا لنا دي ميداي تاع 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 الحديد افيك دي بلاك ولحوا لنا الكواخت نتاعنا وبعثونا تين دو بير لحلو تيفاريتي سماره وانا في عمقالا، عمقالا ورصاص ولا يخيط يا الخوباتا يا المجرمين، كونت 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines, Bouteflika al-Khabith, le musulm, où je dis, nous n'avons pas besoin de personne. Et Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc ils ne sont pas morts. Comme vous l'avez entendu, tout est clair et bien, mais il n'a pas parlé de participation en prison parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas ce que ça veut dire, un homme qui vit dans la campagne, mais pourquoi tu manges la tête du magasin pour les Jazaïri et donc vous êtes Aïcha? سي لا كيسيون دو بوندوتير ولا لا وكلشي على بطاطيستان. راه عرفتي راه جرائم عالميه، هذا كلشي واضح وباين يعني الكلام فين غادي، وعلى اننا معاشرين او مجاورين مع عصابه ماشي مع دوله مع الاسف. اذا الرئيس التونسي السابق وليس الاسبق، لان الاسبق تقال على اول رئيس لاي دوله، فالاسبق إلا قلنا على رئيس كان يعني هذه سنوات يعني فخطأ عموما من الأخطاء الشائعة، ماشي موضوعنا هو اللغة. الآن غادي نمشي وشنو قال المرزوقي، منصف المرزوقي اللي قدامكم في الصورة، قال على أنه اقترح ملي كان الرئيس الوساطة ما بين المغرب والجزائر وفشل فشل ذريع بسبب الجزائر. وضاف وقال في واحد الحوار اللي جراه مع صحيفة عربي بوست أنه خلال فترة الرئاسة ديالو في تونس حاول التوسط ما بين المغرب والجزائر أكثر من مرة لكنه لم يجد أي آذان صاغية من الجانب الجزائري، في حين أن المغرب كان مستعد لفتح الحوار، هكذا يقول منصف المرزوقي. وفي نفس السياق أكد على أن الدعم ديالو أو أكد على الدعم ديالو لمبادرة المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء المتنازع عليها ما بين المملكة وجبهة البوليزاريو والمدعومة من الجزائر. إذا منصف المرزوقي غير أكد كرئيس دولة سابق أكد
ما نقوله دائما على أننا الآدم عمره كان منا ودائما كان بغيه في إطار الحب والحنان والعطف والوئام وفي إطار السلم والسلام كان بغيه حل سلمي، ولكن الجزائر لأنها تسترزق من هذا الملف، وأكبر دليل على هذا يعني حتى في واشنطن بوست ذاك النهار داروا 550 بليون دولار اللي صرفت الجزائر على منظمة البوليزاريو منذ سنة 75 إلى يومنا هذا، وما خفية كان أعظم. واش عرفتوا شنو هي 550 مليار ديال الدولار؟ يعني شي ثمن اللي تقدر تبني به دولة. لو كان هاد الفلوس استغلوهم في الجزائر، كرة الجزائر ربما أفضل من الإمارات، كرة وهران اللي دابا فيها تبنى لها في دار دعارة مفتوحة، يعني كيسترزقوا هما كيقولوا، ومشي أنا اللي كنقولها واللي كيقولها هو الشيخ شمس الدين الجزائري وقالها في قناة النهار، كرة وهران بحال دبي، كرة وهران أو الجزائر العاصمة، سبحان الله الجزائر العاصمة هي اللي قال عليها شمس الدين الجزائري فيها، يعني لك شي مرخص. علاش غتولي دولة الجزائر تولي سميتها بطاطستان؟ علاش بطاطستان البطاطا ولات كتبان للناس في المنام؟ هذه حقيقة أخوتي، انا والله ما كنت كنحمل نقول داك الهضره ديال البنان وكذا، ولكن حقيقه ملي كنشوفوا حنا في قنوات جزائريه رسميه الناس كيطلعوا في ريبورتاجات وكيقول لك انا من نهار تزاديت في عمره 30 40 عام كياكل البنان مره بنانه في العام، بنانه وحده، الاخر كيقول لك كناكل وحده ونص، الاخر نص، الاخر قال لك 5 سنين ما كليت. فانا ما كنبغيش نقول هذا الكلام، ولكن الحقيقه الصادمه والمؤسفة والمزعجة كتبين حقيقة هذا النظام المنحط، هذا النظام الدكتاتوري الذي روض فئة من الذباب الإلكتروني الجزائري وروضهم على أن هذه هي الحياة الطبيعية. بالحياة الطبيعية تكونوا في حالكم في حال دبي في حال الكويت وفي حال قطر، أو تكونوا يعني تقدروا تكونوا كاع في حالنا أو حسن منا حنايا، نكونوا واضحين، لان عندكم الغاز والنفط وكتقولوا ان يعني انتم هما الثانيين في العالم من بعد روسيا من ناحيه الغاز. اذا شكون اللي نهبكم وخلاكم هكا يعني مهزلة امام العالم؟ اخواني واخواتي الجزائريين، الناس اللي هما باغيين الحريه والاستقلال، وتحيه قبل ما نسالي الجمهوريه المحتله جمهوريه القبائل من هنا الى عاصمتها تيزي وزو، ونامل أن يتم تقرير مصير هذه الجمهورية المحتلة المغتصبة من طرف الاحتلال الجزائري. نعم والصحراء مغربية وستبقى مغربية، نعم نحن نحب ملكنا، وراء ملكنا في السراء والضراء لا نهتم لكثرة الحاقدين والمشوشين، نعلم من الصالح ومن الطالح، هيهات 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 من تسول له نفسه الاقتراب من بلدنا المغرب. نحب ملكنا حبا جما ونحب بلدنا، نتضامن ونساند بعضنا البعض إخواني المغاربة والمغربيات. نحن حقيقة في وقت صعب وعسير، لأن العداوة ديال جارة السوء ملي كنسمعوا اليوم من تاني رجل في الدولة، ومن قبل منه كان تبون الأهبل الأخرق الأحمق، ومن قبل منه كان الفاسق العاجز هذا المسمى الشنقريحة، من اللي كنشوفه البارح محلل سياسي وكاتب وما نعرف شنو جزائري في مناظرة مع الدكتور عبد الفتاح نعوم اللي كان وجه لي التحية من هذا المنبر، وكيقول ليه الكيان المغربي والكيان الصهيوني الدولتين المحتلتين إسرائيل والمغرب، فهؤلاء يعني هكذا يجاهرون بالعداء. فنطلب الله تعالى السلامة والعافية. حنا كيف ما سبق لي وكنقول على أننا شعب مسالم، ولكننا لا نهاب ولا نخاف. حنا كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الله لقاء العدو، حنا لا نسأل. وكيف ما قال الله تعالى وأعيدها مرة أخرى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإذا ما كتب، كل التحية والتقدير لكل المغاربة
الشرفاء في كل مكان، وعلى رأسهم جلالة الملك ورجالات الدولة والجنود الواقفين في الثغور، القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة وكل المناضلين وكل غيور على هذا الوطن الحبيب. إذن نخليكم على خير، وأنا غادي نسافر هاد الليلة هادي، أنا شد الطريق إن شاء الله، ونطلب الله نشوفكم قريبا على خير. تبارك الله عليكم. إلى اللقاء. دولة المغرب إن نعيش عشنا كراما أو نموت كنا كراما، همنا نهدي الأنام، دمنا نرجو السلام، في سما العلياء كنا أنجما زهرا.